السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 2 الصف الثاني الابتدائي ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 2 الفصل الثاني هيلبينج ماي هابيتات او مساعدة موطني، وده طبعا في المحور الثاني. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية page 115، والنهاردة هنبتدي مع page 116 او صفحة 116، وعنوانها vocabulary 2. vocabulary 2 او مفردات لغوية 2، كلمة جديدة نكون عرفناها واحنا بندرس chapter 2، والكلمة دي عرفنا دلوقتي المعنى بتاعها ونقدر نستخدمها كمان ونقول بيها جملة مفيدة. ف vocabulary 2 او مفردات لغوية رقم 2، وهنا بيقول لنا think، فكر، about، في، your own definition، تعريفك الخاص، for the new word، for the new word للكلمة الجديدة، complete اكمل، the chart الخريطة او الجدول. وهنا بيقول لنا vocabulary word الكلمة اللي احنا بنتكلم عنها. والنهاردة هنتكلم عن كلمة جديدة عرفناها في الستوري اللي خدناها في اخر الدرس المرة اللي فاتت، وهي كلمة inference. inference يعني الاستنباط، يعني الاستنتاج. لما انت بتشوف بعض الحاجات او بتسمع بعض الكلمات بتستنتج المفروض اللي هيحصل بعد كده ايه، او بتستنتج المفروض اللي حصل ده حصل بسبب ايه، فده اسمه inference. inference يعني استنباط، يعني استنتاج. فانا مثلا لما قلت لك في الستوري بتاعت المره اللي فاتت ان حسام كان سعيد، انت هتستنتج ان حسام كان سعيد لانه شاف الباترفلايز او الفراشات وهي طايره حوالين الزهور، فده اسمه inference او استنباط او استنتاج. وطبعا your definition او تعريفك لكلمه inference هيكون when you see what you know، يعني عندما ترى ما تعرفه، to guess what you don't know، to guess ان انت تخمن، تقدر تخمن، what you don't know ما لا تعرفه. فالinference هو when you see what you know، عندما ترى ما تعرفه، to guess تستطيع ان تخمن، what you don't know ما لا تعرفه. فده طبعا الديفينيشن او التعريف الخاص بكلمة inference. وطبعا هنا هنحط صورة زي الصورة الخاصة بحسام وهو سعيد مع البترفلايز او الفراشات وهي طايرة في الجاردن بتاعته. وهنا هنكتب sentence وهنستخدم فيها verb infer. infer يعني يستنتج، يعني يستنبط. ونقول I can infer، أنا أستطيع أن أخمن، that Hussam was happy to see butterflies إن حسام كان سعيد، to see butterflies لأنه شاف الفراشات. وبكده نكون أنهينا البيج دي وعرفنا يعني inference أو استنتاج، استنباط. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 117 او صفحة 117، وعنوانها our environment او بيئتنا. وهنا بيقول لنا sit quietly اجلس بهدوء، listen استمع، and look وانظر، around you حولك. يبقى انت هتقعد بهدوء وهتسمع الاصوات اللي حواليك وهتنظر كمان حواليك موجود ايه. وبيقولك هنا write اكتب، or draw او ارسم، what you see ماذا ترى. والمفروض هنا يا اصحابي احنا هنعمل الكلام ده مرة في السكول ومرة تانية في الهوم. في السكول هنقعد وهنشوف حوالينا الحاجات اللي موجودة، لو كان فيها plants او نباتات، ولو كان فيها animals او حيوانات، ولو كان فيها human made objects عناصر من صنع الإنسان.
وفي البيت هنعمل نفس العملية في الهوم انفايرومنت، هنشوف لو في حوالينا بلانتس او نباتات، ولو حوالينا انيمالز او حيوانات، ولو حوالينا هيومن ميد اوبجكتس، هيومن ميد اوبجكتس او عناصر من صنع الانسان. فهنكتب اسماء البلانتس او النباتات في البيئتين دول، وهنكتب اسماء الانيمالز او الحيوانات في البيئتين دول، وهنكتب كمان اسماء الهيومن ميد اوبجكتس او العناصر اللي من صنع الانسان في البيئتين دول. ولو مش عارفين نكتب اسمائهم ممكن نرسم الصور بتاعتهم زي ما هو قال لنا، write or draw، اكتب او ارسم. فهتشوف الحاجات اللي موجودة حواليك في الschool environment، البلانتس هترسمها او هتكتب اسمها، والانيمالز والهيومن ميد اوبجكتس، ونفس العملية هتعملها في الهوم انفايرومنت او في بيئة البيت. وبكده نكون شرحنا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 118 او صفحة 118. وعنوانها What is in a habitat. What is in a habitat؟ ماذا يوجد في موطن؟ كل موطن من المواطن زي ما قلنا قبل كده بيختلف عن التاني، بيكون ليه الوزر بتاعه او الطقس بتاعه، والكائنات كمان اللي بتعيش فيه سواء كانت plants او animals او حتى human. فالمفروض يا اصحابي ان كل habitat او كل موطن ليه الخصائص الخاصة بيه. فبيقول لنا هنا What is in a habitat؟ ماذا يوجد في موطن من المواطن؟ وجاب لنا هنا مجموعة صور، هنشوف كل موطن من المواطن الموجود في كل صورة، ونوصف الحاجات الموجودة في كل صورة. وبيقول لنا هنا Look, انظر، at the pictures، at the pictures على الصور، write، اكتب، what you see، ما الذي تراه، in the box، in the box في الصندوق، next to each picture، next to each picture الى الموجود جانب كل صورة. يبقى مرة تانية Look at the pictures، write what you see in the box next to each picture. وهنا اول صورة فيها الديزرت او الصحراء، ومدينا جنبها بوكس مكتوب فيه ديزرت. فالمفروض احنا شايفين هنا في البيكتشر دي او في الصورة دي ايه يا اصحابي؟ شاطرين طبعا الكاملز او الجمال، وطبعا في سانس او رمال، وفي بعض الاعشاب والنباتات بتاعت الصحراء. فالمفروض هنا احنا هنكتب وصف اللي احنا شايفينه في البيكتشر دي او في الصورة دي. فنقول the camel، الجمل، in the animal، هو الحيوان، which can live in the desert، which can live in the desert، الذي يستطيع ان يعيش في الصحراء. يبقى مرة تانية the camel is the animal which can live in the desert. طيب الصورة التانية فيها بحر كده، هو الاوشن او المحيط، اوشن يعني محيط، وفي اسماك وطحالب بحرية وشعب مرجانية وحاجات كتير قوي. فعايزين نكتب وصف اللي احنا شايفينه في الصورة دي، فنقدر نقول ايه يا اصحابي؟ شاطرين كلكو. اسهل حاجة ممكن نقولها نقول the fish lives in the ocean، الاسماك بتعيش في المحيط. يبقى مرة تانية the fish lives in the ocean، الاسماك تعيش في المحيط. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معايا ونوصل لبيج 119 او صفحة 119، ولسه بنكمل مع بعض الديسكرايبنج والوصف الخاص بكل هابيتات او بكل موطن. فهنا مدينا صورة فورست، فورست يعني غابة، وبيقول لنا المفروض ان احنا نكتب اللي احنا شايفينه في البوكس اللي هو موجود جنب البيكيتشر. فنقول مثلا the forest has so many kind of trees. يبقى مرة تانية the forest has so many kinds of trees، يعني الغابة بها أنواع كتيرة جدا من الأشجار. وآخر حاجة مدينا صورة للمدينة، مدينة يعني سيري. فالمفروض نحن نوصف المدينة ونقول My habitat is the city، My habitat is the city، يعني الموطن بتاعي هو المدينة. وبكده نكون أنهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 120 أو صفحة 120، وعنوانها Vocabulary 3. Vocabulary 3 أو المفردات اللغوية التالتة أو الكلمة التالتة اللي احنا عرفناها في الشابتر ده عايزين نتكلم عنها. ف
فبيقول لنا هنا think about، فكر في your own definition، تعريفك الخاص for the new word، for the new word للكلمة الجديدة. complete أكمل the chart، the chart الجدول أو الخريطة. فهنا بيقول لنا vocabulary word، المفروض الكلمة اللي احنا هنتكلم عنها تكون ايه يا أصحابي؟ ممكن نتكلم عن يعني ايه habitat، habitat أو موطن. فالvocabulary word هتكون habitat، habitat يعني موطن. بيقول لنا هنا your definition، your definition تعريفك، المفروض نعرف الhabitat ونقول ايه يا أصحابي؟ شاطرين كلكو. a habitat is a place، هو مكان، with suitable environment، with suitable environment، suitable يعني مناسب يعني ملائم، environment environment يعني بيئة، يبقى المكان ده في بيئة مناسبة ملائمة، for a group لمجموعة of animals، of animals من الحيوانات، and plants and plants والنباتات، to live in، to live in لتعيش فيه. يبقى مرة تانية a habitat is a place with suitable environment for a group of animals and plants to live in. وطبعا هنا هنرسم صورة في الإلستريشن أو في الرسم التوضيحي توضح يعني ايه habitat أو يعني ايه موطن. مثلا مكان بيجمع بعض الأنيمالز أو الحيوانات والبلانتس أو النباتات، ويوضح قد ايه المكان ده بيجمعهم كلهم مع بعض. وبيقول لنا هنا sentence، جملة using the vocabulary word، جملة بنستخدم فيها الكلمة الجديدة دي. فنقول مثلا ايه؟ شاطرين، my habitat is the city، my habitat is the city، الموطن بتاعي هو المدينة. وبكده نكون عرفنا يعني ايه habitat، وانهينا البيج دي وانهينا معاها درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.